هؤلاء الأطفال النيباليين يعيشون وراء قضبان السجن، فهم الضحايا البريئة لنظام سجون غالبا ما يسجن أبناء وبنات النساء المحكومات. فبين 300 معتقلة في سجن النساء المتداعي في كاتماندو الذي يعاني من الاكتظاظ 15 قاصرا. وتفيد منظمة اليونيسف أن 80 طفلا يعيشون مسجونين مع أمهاتهم في 74 سجنا في نيبال غالبيتها مختلطة، وغالبية هؤلاء الأطفال هم من الرضع. فعندما تدخل الأم إلى السجن وغالبا ما تكون المعيل الوحيد لهم، لا مكان لهم للعيش إلا وراء القضبان. ويسهر فريق من العمال الاجتماعيين والمدرسين على تغذيتهم وإلباسهم، ويحرصون على تعليمهم الانضباط واحترام الآخرين حتى لا يعودوا إلى السجن يوما. وتسمح النيبال للسجينات بالاحتفاظ بأطفالهن في السجن، وبموجب القانون ينبغي على سلطات السجون أن تغطي كلفة تربيتهم، إلا أن المسؤولين في سجن النساء يقرون أن هذا الأمر ليس مطبقا كثيرا بسبب نقص الأموال في خزينة الدولة.